حقيقة يمكن النهاردة سمعنا خبر محزن جدا. النهاردة غاب عننا الصوت الذي لم يكن مقدر له أن يشيخ، زي ما قال طبعا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أنه صوت النجمة الكبيرة نجاح سلام هو صوت يتحدى الزمن. هذه النجمة الكبيرة اللي لقبها جمهورها بعاشقة مصر، الفنانة اللبنانية نجاح سلام، رحلت عن عمر يناهز 92 عام. نجاح سلام حفرت اسمها في قلوب المصريين بأغنية يا أغلى اسم في الوجود، غنت كمان واحدة من أبرز القصائد وهي قصيدة أنا النيلة مقبرة للغزاة. أول أعمال نجاح سلام كان حول يا غنام، وأغنية أيضا جرحة قلبي، وشاركت بالتمثيل في فيلم على كيفك، ثم فيلم ابن زوات، وفيلم الدنيا لما تضحك مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين. أغلى اسم في الوجود، اسم مخلوق للخلود، أغلى اسم في الوجود، اسم مخلوق للخلود، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر معنا الآن ناقد والمؤرخ الموسيقي محمد دياب. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بك معنا في برنامج التاسعة. نجاح سلام يعني من أكبر وأهم المطربات ومطربات جيلها الحقيقة، حتى يمكن برغم مرور سنين على اعتزالها الفن، لكن لسه ما زالت أغانيها وأعمالها الفنية عايشة وموجودة. عايز أعرف من حضرتك نجاح سلام مشوارها الفني بتشوفوا ازاي، هذا النجاح وهذه الاستمرارية يا فندم؟ الحقيقة الفنانة القديرة نجاح سلام كانت بتمتلك صوت حميمي جدا وقريب من القلب، وده احساس اي حد يسمع صوتها لاول واحد، ومن هنا دخلت كل قلوب المصريين والعرب صوتها واصبحت صوت العروبة. قال عنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي اللي كان بيعشق صوتها وقدم لها الحان كتيرة، قال ان صوتها صوت نادر المكونات، أدائها بيؤكد على إنها مدرسة في الغناء الصحيح ومعين لا ينضب عطاؤه من الإحساس. وإحنا بنرسيها بأغنية من أغانيها اللي قدمتها في فترة متأخرة من مسيرتها الفنية، كانت بتقدمها مرسية لزمن جميل لعظماء الفن من المطربين والموسيقيين، اللي هي يا زمان الوفا أهلك وإن راحوا. الحقيقة ده يعني إحنا يعني صفحة مشرقة بتنطوي من تاريخ الغناء العربي برحيل الفنانة الكبيرة نجاح سلام. طبعا هي اتولدت سنة 1931 وبدأت نشاطها الفني سنة 45 بعمر 14 سنة. بعد طبعا رفض طويل من والدها الموسيقار محي الدين سلام اللي كان مسؤول في الإذاعة اللبنانية وعازف عود وملحن، لأنه هي من أسرة يعني جدها كان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد الرحمن سلام. لكن مع إصرارها هي ومع أنه واحدة واحدة يسمع صوتها قرر أنه هو يساعدها ويمدلها إيده، وبدأت فعلا مسيرتها بالغناء في مسارح بيروت وإذاعة بيروت ودمشق وبغداد لحد ما جت مصر سنة 51 عشان تقوم ببطولة أول أفلامها على كيفك مع محسن سرحان. لكن قبليها كان في محاوله، كان المفروض هي تبقى بطله فيلم العيش والملح 49 تقريبا، ولكن طلبوا منها تقول كلام باللهجه المصريه في زي ولاد البلد ما بيضحكوا كده، ما قدرتش يعني ضحكت وما قدرتش تقولها، فالدور راح لنعيم عادل. شاركت في افلام كتير طبعا، الموسيقار محمد عبد الوهاب لحن لها يا سكه السعاده لحن واحد بس من فيلم ابن زواج. طبعا يعني صوت نجاح سلام جزء من الذاكره المصريه الحقيقه، يعني مثلا الصوت ده كان بيرافقنا كل صباح يوميا واحنا خارجين رايحين المدرسه، بعدين واحنا خارجين رايحين شغلنا من خلال اغنيتها الرقيقه جدا بالسلامه يا حبيبي بالسلامه، طبعاً بالسلامه تروح وترجع بالسلامه.
كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن عبد العظيم محمد، اللي كانت مقدمه تتر برنامج سكه السلام، البرنامج اللي كان بيقول حاله المرور في القاهره عامله ازاي وكده. طبعا وليها اغنيه برضو صباحيه كنا دايما تداعي باذاننا في الصباح، صباح الصباح فحلاه والشمس جايه معاه وكل شيء في الكون صبح بحمد الله. اغانيها الوطنيه طبعا العظيمه طبعا. يعني اول حفله ليها كانت في القاهره، كانت حفلات تحرير، مهرجان التحرير سنه 53 في حديقه الاندلس، ووقتها حتى قابلت الرئيس محمد نجيب واثنى عليها. وبعد اخر حفله كانت لما اتكرمت بعد ارتداء الحجاب سنه 98، طبعا ارتداء الحجاب ما لم تتوقف عن الغناء بعد ارتداء الحجاب وكملت. كرمتها الدكتوره لطيفه الحسني في مهرجان مؤتمر الموسيقى العربيه افتكر في نهايه التسعينات، وغنت على المسرح الكبير، غنت عايز جواباتك، انا حضرت الحفله، وغنت القلب يعشق كل جميل للسيده ام كلثوم. ودي مش اول مره كانت تغني السيده ام كلثوم، حتى في الستينات كانت بتغني في التلفزيون اللبناني اعمال السيده ام كلثوم طبعا بعد موافقتها يعني. دورها الوطني بقى ده المهم جدا، يعني ليه هي خدت لقب صوت العروبه؟ هي من الاول من بدايتها وهي حسب اصول يعني اسرتها وتوجهات اسرتها، هي مع الثوره المصريه ثوره يوليو مع القوميه العربيه، غنت مثلا الفدائيين في حرب القناه، غنت وقف يا بور وامشي شويه وديني الاسماعيليه، يعني غنت الاغنيه الجميله دي اللي الفدائيين بيروحوا اسماعيليه عشان يحاربوا الانجليز المحتلين منطقه القناه. في عدوان 56 قدمت اجمل اغاني وطنيه، قدمت طبعا نشيد يا اغلى اسم في الوجود. طبعا بس خليني اتوقف عند مع حضرتك عند يا اغلى اسم في الوجود، هل كان في قصه ورا يا اغلى اسم في الوجود تحديدا؟ نعم كان في قصه طبعا في اثناء الحرب 56 كان تلحين الاغاني بيتم بسرعه كبيره جدا، يعني الاغنيه ممكن تتكتب في يوم وتتلحن في نفس اليوم وتتسجل في نفس اليوم. الموسيقار محمد الموجي استدعاه الاذاعي الكبير محمد حسن الشجاعي لمكتبه في الاذاعه واداله النص بتاع اسماعيل الحبروك في اغلى اسمه في الوجود، وقال له انا عايزك تلحن الاغنيه دي فورا. فكانت السيده نجاح سلام موجوده في مبنى الاذاعه، فقال لها تعالي يا نجاح نقعد في مكان واحاول اقرا الكلام وايه والحن الاغنيه. وهم نازلين على السلم جات له الخطره الموسيقيه، قال لها ارجعي تاني يا نجاح، تعالي نطلع تاني، انا خلاص اللحن جه في دماغي، تعالي نطلع نسجل الاغنيه، نعمل بروفه ونسجل الاغنيه. فيعني اتلحنت يعني يمكن في اقل من ساعه يعني. يعني وهو نشيد عظيم عايش لحد النهارده يعني. طبعا والحقيقه انه ناس كتير جدا، فنانين كتير جدا وفنانين يعني قامات فنيه غنوه بالفعل، لكن تبقى النسخة الخاصة الأصلية بتاعت الفنان الكبير نجاح سلام مختلفة، يعني تبقى بصمتها فيها مختلفة كمان. طب عايز أعرف من حضرتك يا فندم برضو، يعني حضرتك قلت إن هي حتى بعد ارتدائها الحجاب لم تعتزل الغناء وكانت استمرت في الغناء، طيب ليه اعتزلت بعد كده؟ هل في قصة وراء أو في سبب غير الحجاب لاعتزالها؟ يعني أكيد عندها مبرراتها، يعني شافت إن المستوى الفني ما بقاش زي زمان، يعني مقدرتها هي حالتها الصحيه، فتدريجيا يعني اعتزلت، يعني زي ما حصل مع الفنانه الكبيره نجاة دلوقتي ربنا يديها الصحه والسيده فيروز. يعني بحكم الـ يعني تقدم الانسان في العمر، يعني اعتقد مش اكثر، هي من 15 سنه تقريبا ما عندهاش نشاط فني. انا عايز اقول انه ارجع تاني للحرب 56 لان دي مهمه قوي. لما انتصرنا في 56 عملت غنوة بديعة بتقول اليوم يوم النصر، عصرنا قلب القعدة عصر، فجر جديد وعصر جديد وكل العرب تأيد مصر، عبد الناصر يا جمال للغرب بتعطي أمثال، قالوا السد العالي زال، قال لهم أممنا القناة. وبسبب توجهاتها القومية العربية ومحبتها لجمال عبد الناصر ومصر، طبعا وقتها في عهد الرئيس اللبناني الأسبق جميل شمعون منعوها، حاولوا يمضوها على اقرار هي والمخرج محمد سلمان زوجها وقتها، طبعا الممثل والملحن المعروف والمطرب، انه ما يغنوش الاغاني القوميه العربيه في لبنان، يعني يتعهدوا انه ما يغنوش الاغاني دي في حفلاتهم في لبنان. فرفضوا التوقيع وراحوا على دمشق وعلى سوريا وبقوا يغنوا الاغاني دي في كل حفلاتهم.
فيعني حقيقة هي يعني هي حبها لمصر كان جارف، وحب الشعب المصري ليها الحقيقة كمان كان جارف. طبعا دي هي، اعتقد انه عشان عمل فني يستمر كل هذه السنين يا فندم، يعني مهما كان الفنان متمكن من ادواته ومهما كان اللحن قوي ومهما كان كل العناصر مكتملة، لو الإحساس فعلا مش موجود وصادق مستحيل إنه العمل يستمر. ممكن ينجح بس مستحيل إنه يستمر كل السنين دي. طب عايزة أروح مع حضرتك لا أيضا محطة الفنانة الكبيرة نجاح سلام مع الفنانة أيضا فريد الأطرش. نعم، هو الحقيقة الفنان فريد الأطرش ما لحنلهاش أغاني، لكن يعني سمح لها، كان ليه تأثير كمان في حياتها، يعني هي قابلته كمان أكيد طبعا. كل الفنانين يعني حتى محمد عبد الوهاب، يعني كل الفنانين حتى اللي ما تعاونتش معاهم، يعني هي كانت بتتمتع بعلاقات طيبة بكل الوسط الفني في مصر ولبنان الحقيقة. يعني هي غنت له أغنية واحدة اللي هي زنوبة اللي غنتها صباح في فيلم إزاي أنساك قبليها. بعدين محمد فوزي طلب منها إنها تسجلها على الصناعات لصالح الشركة بتاعته مصر. هي قدمت افلام كتير في مصر وفي لبنان طبعا، وغنت لكبار الملحنين في مصر ولبنان. يعني في مصر غنت رياض الصباطي ومحمد عبد الوهاب وعبد العظيم محمد وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد الموجي لحد جمال سلامه، يعني لاجيال كثيره. يعني صحيح، يعني هي حتى السبعينات كان عندها اغاني ناجحه جدا، بتجيني يوم وتغيب 10 طبعا، غير عايز جواباتك دي ايقونه لوحديها لرياض الصباطي. وافتكر كمان في التسعينات قدمت اغنيه انا مش هقسى عليك ولو ان الحق عليك، كانت اغنيه غنوه حققت نجاح كبير، وهي قالت سمعتها في حوار اذاعه بتقول ان سيدات كتير كانوا على وشك الانفصال عن ازواجهم بسبب زعل، رجعوا لازواجهم بعد ما سمعوا الغنوه دي. هي يعني صوت قوي ويعني علامه مهمه الحقيقه من علامات الفن العربي الفنانه الكبيره نجاح سلام. يعني الحقيقه توفت النهارده وخبر احزننا جميعا، مش بس المصريين لكن احزن العالم العربي جميعا. بشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد والمؤرخ الموسيقي محمد دياب رحمه الله طبعا على الفنانه نجاح سلامه، هذه الفنانه الكبيره، ويلهم اسرتها الصبر والسلوان.